الانترفيو اكيد مثل ما قلنا لكم باول حلقه رح يكون معنا جاست كثير مهضومين. رح نبلش بتلاميذ ليسا اشرفي برومو 2012 2013، رح نرجع نسميهم جورج توفنجي وقلت عيلته مضبوطه هالمره، جاد حيدر ورومي ابو فرحات. ويلكم تو ام تي في جايز. نحن عن جد كثير مبسوطين انه انتم معنا، وعرفنا انه اليوم اول شيء انتم رح تتخرجوا هيدا السنه، واكيد كل مثل كل صفوف تيرمينال كلهم بيعملوا فند ريزنج ايفنتس حتى يجمعوا مساري للبروم تبعهم. خبرونا اكثر، خبرونا قد في بالبنك هلا تبعكم وبعدين ندب كل شيء وبنعمل سهره للكبار الساعه 10 بتبلش. اوكي، رومي هول اثنيناتهم بذات النهار. طيب اذا بدنا نبلش بالبارتي اي، يعني بارتي 1 اللي رح تكون من 6 لل 9 تقريبا، مين الاعمار اللي المفروض يفوتوا عليها؟ وشو يعني وين فيهم يلاقوا تيكتس؟ وشو افيلبل هونيك؟ شو في قصص؟ الاعمار من السيزيام لل 3. اوكي، صفوف السيزيام لل 3 يعني من ال 11 لل شيء 15. اوكي، و في للتيكيات فيهم يشترون على البواب او عندنا نحن. اوكي، وفي وين عندكم يعني بالمدرسه؟ بالمدرسه يعني. اوكي، وفي الاصغر في سبيسيالمون انيماسيون. اوكي، في البيت بوكسينج مثل جاد عامل بيت بوكس. اوكي، حاضرين للكبار والاصغر شو بيت بوكس. اوكي نايس. في فو يا avec un contenu. في عنا سينجرز بالبرومو تبعنا رح يغنوا، وفي البنات تبع البرومو رح يعملوا دانسينج شوز. Well, it's they have to come with the most creative costumes because there's في كومبيتيسيون. في كومبيتيسيون. Okay. So يعني it's a nice party فيها كمان بال ماسكي اذا فينا نقول. إيه في كومبيتيسيون لهيك قصص، وبنفس الوقت عم تحكوا بيت بوكس و artistic performances، يعني it's a full package رح نكون عم نتسلى. هو اللي بين بارتي 1 وبارتي 2، يعني اول بارتي وثاني بارتي. لا ثاني بارتي للكبار بس عاملين بيت بوكس شو، في حيكون معنا رابر كمان ام سي دب كي. اوكي، حنعمل جيو، انا بعمل بيت بوكس وهو حيعمل رابينج، وحيكون معنا دي جيز كمان، جايبين انا دي جي دي جي لاين اب، يعني عن جد يعني انا كل انواع الموسيقى. okay. عرفتوا كيف؟ عندنا كوميرشال هيب هوب ار ان بي، يعني لكل شو الناس شو ما بحبوا، يعني عرفتوا كيف؟ نحن مفكرين فيها، رح يلعبوا حتى كروزنج سيت عندنا بسايكيدليك، يعني عرفتوا كيف؟ عندنا سايكيدليك عرفتوا كيف؟ سو عندنا كل انواع الموسيقى يعني مفكرين فيها. اوكي، وهيك هلا قلت لها بيت بوكس ما فيك تجي على تب تي في ما تعمل بيت بوكس. ايه بدك تعمل لها صحبه يعني. ما بعرف كيف بدي لك، كان واحد بيقول رحت على باريس ما شفت التوريسال لانه فاكتر. ايه لانه فينا نعملكم انه ايه فري ستايل على السريع مثلا. يلا حاضرين شيء بعد كثير اهم بكثير من اللي عملته هلا، يعني شيء في سكراتشي؟ ايه في ايه يعني هلا كثير شيء كثير يعني بيزك عملت لكم اياه، يعني حاضرين شيء لا مرتب، يعني عرفت كيف؟ اوكي نايس. سو هلا اتس هالوين بارتي، يعني بعدنا شوي عن التايم، كنا عم نحكي عن القصص قد ايه، يعني مين رح يكون جوج اول شيء رح يكون عم بنقي الكوستيومز؟ شو رح يكون في، شو بنقيين انتم تلبسوا؟ رح يكون في كل صف عامل تايم مع بعض او رح تكون كيف ما كان؟ لا لهلا انه ما بنعرف، كل واحد بده يعمل شيء وتيكون احلى، انه تيكون عنده احلى ديزمو، بس ما بنعرف. اوكي، مين الجوري؟ حيكون نحن شباب من الكوميتي. تبع الكوميتي. من الكوميتي. فيها سوبجكتيفيتي يعني. شو لا اوبجكتيفيتي. وحتى كمان نحن للديكوريشن جايبين شركه بروفيشنال عاملين يعني ديكوريشن لمحلات مثل سكاي بار. يعني شيء مؤسس، عرفتوا كيف؟ يعني مؤسس. صار لي زمان ما كنت بالمدرسه ما بعرف شو التيرم مؤسس. اوكي، شركه بروفيشنال اكيد، يعني حيكون شيء مرتب اكيد. رومي عندي كنت تقولي وو لا شو كنت بتفوتي؟ لا كمان في سكيورتي. اوكي، ما لازم ننسى سكيورتي للولاد ولنحن كمان،
We hired a professional company. Okay. وفي كمان السكيورتي تبع بيروت سو. اوكي. اي ما اكزاكتومون احنا ما حكينا بنرجع نذكر اول شيء ما حكينا وين، ثاني شيء ما حكينا التيكتس قد ايه سعر التيكت وشو بيطلع لهم هالتيكتس وما حكينا اي ساعه او حكينا بس نرجع نركز عليهم اكثر. سو اول بارتي قلنا من 6 ل 9 ببيروت سوكس مظبوط؟ التيكتس قد ايه؟ رح يكون التيكت حقه 20,000. اوكي. وللصغار عندهم 2 سوفت درينكس. اوكي. وفيهم يشتروا هونيك دونتس او هوت دوغز. يكون في اكل يومي. اوكي انا بهنا هلا جعانه سوري الرياكشن بس شكلي بس ممنوع تروحي على الصغار بكره تشوفوها ولا سعر الكبار رح يكون 25 دولار اوكي تو درينكس وفيهم يشتروا درينكس اذا بدهم بعدين تو درينكس فيهم يشتروا درينكس 30 دولار على الباب على بارت يعني اذا اشتريون قبل 25 دولار على الباب اوكي اوكي قلتوا لي رح يكون في لاين اب دي جيز لاين اب كل شيء كان في سؤال نسيت شو هو كيف بدي اسالوني سنتر بركي تحديدا وين انه اي وين مزبوط هو فينيو اسمه محل ذا فينيو هلا اكيد نحن حنكون في ناس باسواق بيروت عشان يدلوكم وين يعني واذا ضاعت يعني فيك تلحق الناس اللي لابسين ديجيزمو عرفت كيف مش حد يضيع كثير يعني صح حلو سو ايه طيب يعني مجبورين كل يجوا ديجيزي مش مفروض تفوتوا حدا مش ديجيزي لا دائما في عندنا كمان في عندنا كمان على المدخل يعني في عندنا محضرين كمان للناس اللي جايين سان ديجيزمو انه شيء بيسك اكيد بس انه يعني هيك انه يفوتوا معنا بالجو في شغله حبيتوا تقولوها انتم وقت كنا نحكي تحت الهواء انه في سمول بارت اوف ات رح تكون عم تروح لجمعيه لا ان جي او لا كنت بدي احكي انه مش بس عم نعمل فاند ريزنج ايفنت للسهره عم نعمل كمان بالمدرسه مثل ما شفنا امبارح ببرنامج انت حور انه كان في تلميذ من الديسا اجى ميني بي بهجت ميني بي بهجت مظبوط سلم عليه هو كان هاي بهجت قدم 4000 دولار من البرومو تبعهم انه اللي ريستي 4000 دولار اللي زادوني على فامي دو جينيفر مظبوط شديد فيساعدهم مظبوط ونحن كمان رح نعمل هيك اليوم تاكدنا مع الاداره ورح نعمل بيك سيلز بالمدرسه نعطي كل الفوندز ل اسوسياسيون اسمها اوفر جوا اللي رح ترجع تعمر المنطقه بساسين مظبوط جايز بدنا نقول لكم عن جد ثانك يو لهاللفته الحلوه اللي عم تعملوها وان شاء الله يكون هيوج سكسس الايفنت تبعكم يجوا العالم ويتسلوا اكيد بحب اذكركم ذس ساتردي رح يكون او نكست ساتردي بس اذا اف سمون مس ذا ابيزود فينا نذكر بس البيج تبعكم اذا حدا بده يشوفها على فيسبوك جي ال جي ال اف ال جي ال اف ال فرانكو ليباني اوكي برومو 2013 تريك اور تريت تريك اور تريت تريك اور تريت اسمها سارة تريك اور تريت تريك اور تريت اوكي وفي ارقام كمان هلا رح نشوفها على الشاشه قطع اوريدي ففيكم تلفنوا وتستعلموا اكثر عن هيدي السهره لكن نحن بقتم تي في رح نكون عم ننتقل لبريك صغير من بعد البريك كمان وي هاف انذر جيست خليكم معنا